انا هيثم محمد عبد العظيم، انا السي او بتاع اورا ايجيبت اللي هي عندها البراند نيم زد. عندنا زد في الشيخ زايد وزد في التجمع، وان شاء الله كامينج سون هيبقى في الساحل. انا هنا في الفوتوشوت بتاع انيجما عشان زد. هي زد بارك اساسا البروجكت نفسه بتاع ريل استيت في مصر. احنا جينا كنا اتكلمنا مع مهندس نجيب عشان احنا عايزين نفتح ريل استيت في مصر. كان اول مشروع اتعرض علينا كنا بنفكر في اول حاجه كانت الساحل. من حصل ده كان سنه 2018 وكان عجبنا حته الارض وعملنا بري لونش ليها، بس بعد كده الدنيا وقفت. فابتدينا نتكلم مع هيئه المجتمعات العمرانيه، وبعد كده فجاه عرضوا علينا قطعه الارض اللي هي موجوده هنا اللي هي في زد. انا يمكن اكتر واحد كنت بشجع قصدي ان انا عندي ابني بيلعب في نادي الزمالك في الناشئين وعنده 13 سنه في بلاد كتير، في باريس سان جيرمان وموناكو واوتريخت، وهيبقى نادي بعضويات واشتراكات. هنا يمكن ما فيش اشتراكات، هنا بس التالنتد بلايرز بس هم اللي بيبقوا موجودين. عندنا هنا كارنتي عندنا سكواش وعندنا كوره وعندنا بادل تنس وعندنا تنس. يمكن التجمع هيبقى فيه 9 العاب، هيبقى فيه سباحه وهيبقى فيه باسكت بول وهيبقى فيه طايره، هيبقى في حوالي 9 ل 10 العاب موجودين في النادي اللي هناك، وهيبقى حاجه من اكبر الانديه اللي موجوده في مصر يمكن. وهيبقى في حاجات من ده على ده، يعني زي ما هنا عاملين وينتر وندرلاند هيبقى في حاجه شبيهه مثلا بلاي جراوندز وكده للاطفال كمان. الفرق بين زد اف سي اللي هيفرق زد اف سي عن كل حاجه هو الناس القائمين عليه. يعني تعرف لقيت المجموعه دي متجمعه كلها في حته واحده الا ونجحت، معهوش حاجه ما نجحوش. يعني حازم، ميدو، سيف، احمد، حسن، كلهم نجحوا في مجالهم الاحترافي. دايما بشوف ان اللعيبه كده في مصر كل اصحابي عندهم ولادهم اللي بيلعب تنس واللي بيلعب كوره واللي بيلعب باسكت واللي بيلعب كده، لما بيجي يخشوا بيبقوا بروفيشنال بلايرز تيجي المدارس تبقى عائق رهيب عليهم. فبالتالي قلنا ليه لا ان احنا نعمل سبورتس يونيفرستي، ونعمل يمكن بعد كده على اللونج ران يبقى عندنا برضو سبورتس سكول للاندر جرادز. اساسا عندك في تاورز وعندك في 9 دور و10 دور، بس في النهايه هي القصه كلها هي بقى كلانتيل واقعي. زد اف سي هي معمول لها بزنس بلان اساسا في ال 10 سنين الجايين ككوره، 5 ل 7 سنين الجايين هيبقى عندنا 10 لعيبه طالعين من زد اف سي يحترفوا بره مصر. يمكن عملنا تقومه مع دورتموند، عندنا علاقات كويسه مع جنت اوتريخ سيلتا فيجو، وعندنا علاقات كويسه مع ريال مدريد مع برشلونه. يمكن هي دي الحاجات اللي هتساعدنا، بس انت ومستواك. يعني الكوره ما فيهاش مجامله، يعني لو انت كويس انا هعمل لك هرسم لك الطريق ان انت ازاي تبقى محمد صلاح، ازاي تبقى النني، ازاي تبقى حجازي. بس احنا مضينا مع عمرو منسي عشان هو المسؤول عن وينتر وندرلاند واللونش بتاع وينتر وندرلاند في زد بارك، هيبقى هو المسؤول عنها وعن اللونش بتاعها. في حاله كده مختلفه فتره الشتاء اللي هي من فتره تقريبا هيبقى من شهر 10 لشهر فبراير، هتبقى عندنا الحاله بتاعت وينتر وندرلاند.